احنا فانز و ليش عايزين ولا ليش عايزين هاي احلى فانز وتوحشكم بزاف وتوحش الجو ديال الاكاديمي وتوحشت الاساتذه كلهم. واليوم كما وعدناكم عندي لكم مفاجاه، ومفاجاه هي خويا محمد عباس عندنا في المغرب. احلى فانز في الدنيا، وهذه اول حفله لينا انا وياه في المغرب، وان شاء الله اليوم غنغني اغنيه ديالي من الكتاب ديالي والالحان ديالي واللي عرفت نجاح كبير ووصلت 3 مليون على قناه يوتيوب. اديني طبق منسول، اديني طبق، اديني طبق. وهاني انا مشيتي مورك سد الباب يا انتي ولا حيتي غادي تدوق العذاب، كتهددني بكلامك انا نسيت غرامك، يلا احسب خطواتك وسر الله معاك، فعين واحد صبياني باغي تهود لي شاني، كرامتي فوق منك مرتاح في العيشة بلاك، وانت اللي بديتي الخصام انت اللي بديتي، علنت الحرب عليا وانت اللي بغيتي، تحمل العقوبة هدي والتوبة غنقادك راف حياتك والله لنسيتي، غنقادك راف حياتك والله لنسيتي، يا علمتيني ما نبقاش نتيق فيك يا وريتيني، انا الوجه الحقيقي نرجع ليك، لا 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 راه الدنيا بدالة بلا ما تديري حالة تصيدتي يا الغزالة، بلا ما تديري حالة تصيدتي يا الغزالة، باغت لعبي بيا انا ماشي ضحية، هزيتك حطيتك عرفت قليلت النية. وتحية الأحلى فانز، أتمنى لكم الأغنية عجبتكم واليوم نكون عندكم في ظنكم. جميل يا حبيبي، أحلى تحية. Thank you. هذه الأغنية ديالي. حلو مرور إيهاب بهالإيفال، حلوة المبادرة أنه عن جد تشتغل على غنية هو مؤلفة، اللحن حلو، الغنية هيك جويفل يعني ريتما حلو، التامبو تبعولها حلو، مبين انه في شغل وفي تركيز، وانا بهنيه على كل شغله لإيهاب. صوته مرتاح، القرار كان حلو، مجوف منيح وعم بيرن، ولكن الشغل الكبير اللي بده يعمله هلا إيهاب هو انه يركز نفسه مزبوط تحت يساعده انه يطبق هذا الشيء على كل رينج صوته. إجمالاً إيهاب غنى حلو. أول شيء بالبداية لما حكي لازم نبعته عند هيلدا خليفي يقدر يتعلم الحكي مزبوط، لأنه بعد عنده باللفظ هذا ببلادهم عندهم الإي شوي لورا، يعني اللفظ لازم يكون أكتر لقدام تيرن الصوت بكامله. هلأ القرار كتير مغير، مبسوط هو كتير إنه بالقرار صار عم بيرن صوته. بس خلصت الغنية رجع حكي كم كلمة، حكي مش مثل ما بلش أول مرة. برافو إيهاب، في تقدم كتير وعارف وين رايح، والله يوفقه. كتير جو حلو، الجو اللي عطينا إياه جو شبابي عن جد، برات الأكاديمية منه تلميذ، كأنه عن جد هيك طلع ومبسوط وشايف حاله، وقال هاي الغنية مدري كم مليون مدري شو صارت على اليوتيوب، هيك يعني عم يحلم بالنجاح، وهيدا شيء حلو وإن شاء الله يصير يا رب، لأنه بيستاهل إيهاب. حلو كتير فكرة إنه هو كتب ولحن غنية بغض النظر قدي بدها شغل أو حلوة أو مش حلوة، على القليل فكر إنه هو بس يظهر من هون يستقل ويصير إنسان، هو بيعرف يبتكر وهو بيعرف يلحن وهو بيعرف يكتب. مهضوم كتير فكرة كيف رجعوا مع بعضهم هو إياه هو ومحمد، هيداك راح على مصر وهيداك جاء على المغرب. أنا إيهاب هيك من الشباب يلي واحد بيفتخر فيهم فعلا، لأنه عم يتطور، مهذب، مرتب، موهوب من كل النواحي، كان مرور كتير حلو.
بالنسبة لإيهاب، لقيت كتير مهضوم كيف مشهده ومشهد محمد عباس كملوا بعضهم، يعني خلقوا شيء اثنيناتهم مثل مش مسلسل يعني، ولكن حلقتين بيكملوا بعضهم. حضرنا أول حلقة، رجعنا كملنا ثاني حلقة وضحكتني الفكرة، لقيتها كتير مهضومة وذكية. بفتكر الشغلة الإيجابية كتير عند إيهاب هو إنه عارف حاله لوين بعدين بده يروح من بعد الأكاديمي. هو أوريدي إيهاب بيكتب وبيلحن وعنده هالمبادرة، ومش أول مرة بغني لنا أغنية من تلحينه ومن كتابته، وعطول بالأكاديمي يعني بيساعد رفقاته بالأكومبانيوما، بيكون موجود. إيهاب بتصور عنده مستقبل بهالطريق، حتى بتخيل انه ما عنده مشكلة يكتب ويلحن لغيره بعدين. وشغلة كتير ايجابية نكتشف هيك طاقات وهيك مواهب بالاكاديمية، لانه الاكاديمية اهميتها انه تفتح عدة مجالات، وكل واحد بعدين يختار الطريق يلي بتناسبه يلي بتريحه يلي بتشبهه. ولكن هيدا ما بيمنع انه بيكون بالاكاديمية جرب كل شيء وغنى كل الأنواع وتعرف على كل الثقافات، شغلة كتير إيجابية. حبيت هالعلاقة الصحبة بيناتهم يلي تتكمل، وإن شاء الله عن جد تكمل هالعلاقة بعدين بين أفراد هالعيلة الوحدة يلي هن صاروا هلأ عايشين مع بعضهم. إن شاء الله بعدين تضل هالسحبة ويضلون يساعدوا بعضهم أو يكتبوا لبعض، يلحنوا لبعض، يغنوا مع بعض. هيدي شغلة كتير إيجابية. والذكاء ببين انه حتى لما راد انه محمد يعطيه النوتة، حملوا الجيتار بكل بساطة وقال له اعطيني النوتة، بتعطيني النوتة، واخدوها كلعبة قدام الكاميرا يلي عم بتصورون. فأنا لقيت انه كتير شغلهم اثنيناتهم حلو متكامل. إيهاب كمان هي من الأصوات اللي تقدمت كتير بالأكاديمية من أول ما اجت لليوم. بحب كيف كل مرة بيغني نوع معين أو لون معين، بيحاول يدرس هالأغنية ويعطيها الكاركتر اللي بيلبق له. هيدا شغلة ما منشوفها عند كل التلاميذ. هو بيشدد على هذا الموضوع، والدليل أنه كل ما بيغني نوع معين عم نشوفه بلون جديد بصوته، عم نشوف بطريقة جديدة بالأداء، أكيد مع أنه يحافظ على هويته الأساسية بصوته الأساسي. إيهاب حبيت فيه كمان أنه عنده هالكرياتيفيتي، بيخلق شيء جديد، هو فنان حساس، بيكتب وبيلحن، وفعلا عنده كم من الافكار اللي بحب يترجمها ويعبر عنها. ولكن انا مع انه ما ينسى إيهاب انه في اوقات لازم يفتح فيها تمه، وقتها بيركز بيفتح وبيعطينا صوته، وقتها بيرجع بينسجم الاغنيه بيسكر تمه. هيدا كمان بيجي مع الخبره ومع الوقت، وإن شاء الله كمان نحن نقدر نساعده أكتر وأكتر ونشوفه بألوان مختلفة أكتر مثل ما شفناه بالبرايم، لأنه كل مرة عم يعطينا شيء جديد.